يد انا كنت استلمط ال العلن يعني نص شهر. هسه سيدي 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 هسه بخدمتك انا، انت تريد من عندي بخدمتك تتعلم بالاستخبارات تفاهم انت ويا وانا اعطيك. اريد من عندها 200، مو امر فوز مال الاتحاديه، مو على الاتحاديه جاي استخبارات مال المركز. شنت غربه اخذوني خلوني اركب يك الله الا واسطات وغابروهم من الداخليه يلا عافوني غربه اخذوني. ها لا 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 بيت ولا اراده ومالاتهم ويلا قلت له عمان ما اطيق قلت ايش طيقت انا طلب الاتحاديه روح انت فاهم انت ابو الاتحاديه وانا اطيق قال جيب لي ابو الاتحاديه وانا اعوفك تعال وياي وروح انا ياكل المركز قال لي عم هذا الشخص عوفه وانا اطيق يعني حاضر عينك الله يعني الله شنو ما قالوا لي سيستم سوي وياك ابو المسلم هسه اكون يطلع هم الجراج هسه دعومه انا ما اريد انا ما اظلم هو الجراج تعبان انا ابن عمه هو يطبق الشكاوى على الوزير والله بس اقول انا عيب ما يسوى لنا 200,000 سلفوا وياك انت نقلت الله وياك بعد ما جايني سوي لنا مقابله خلي عقيل سوي مقابل للوزير وين اطلع حسين العالم مني يقوي يطبقهم على الشكاوى والله